كابتن خالد، سؤال مهم بخصوص المهنية. مرتضى منصور كل مرة بيهزق حضرتك، حضرتك بتتراجع وبتقرر تشتغل معاه تاني. مرتضى منصور بيبهدل بكرامتك الأرض كل يوم، ومع ذلك أنت بتقرر إنك تعدي. دلوقتي جاي بتتكلم على المهنية وجاي تتكلم على الأخبار والمصداقية. مصداقية مين يا حلاوة؟ ما كلنا عارفين البير وغطاه عامل إزاي يا كابتن خالد. فلما تيجي تقول لي إن أنا نقلت خبر، لا يا كابتن، أنت دلست خبر. خبر الحديث بتاع مهدي عبيد في جريدة الشروق، وإن الراجل قال إن محمد نصر عرض كادرات غير اللي احنا طلبناها، ده تدليس، لان الكلام طلع على ان مهدي عبيد صعب ان هو يقول تصريحات اساسا، غير ان صعب اساسا حكام هيطلعوا يقولوا التصريحات دي. انا عارف انك عايز تعمل حمله ممنهجه ضد الاهلي في المغرب، وعارف كويس قوي جو ان انت فعلا بتشحن جمهور الرجاء ضد الاهلي، انا عارف ده كويس. وما تطلعش تقول ان انا كنت بنقل الخبر عشان مصداقيه، لان احنا كلنا عارفينك في الاعلام المصري مصداقيتك عامله ازاي. فما تجيش تقول ان انا بنقل الخبر، وما تجيش تقول ان انا بدافع عن محمد نصر، لان الخبر ده معنى انك تنقله وفي الاخر تقول لي بتدافع عن محمد نصر، ان معناها انك بتستغل، يعني بتستخبى كل اللي شافه الخبر عندك. وفي الاخر لما الاهلي يطلب التحقيق معاك، ولما الاهلي يبلغ ضدك علشان خاطر انت بتعمل فتن، تعيش في دور المظلوم والاهلاويه بيعملوا معايا كده عشان انا اعلامي عندي مصداقيه. مصداقيه ايه؟ مصداقيه ايه؟ وراي حر ايه؟ انت هتصدق نفسك يا خالد ولا ايه؟ انت اخرك مرتضى منصور يطلع يشتم فيك طول اليوم في القناه وانت تهز براسك. يا خلوه، احنا هننسى ولا ايه؟ ده الكلام ده لسه تاريخ قريب قوي، فما تجيش تقول تعمل علينا اعلامي دلوقتي. نحترم نفسنا ونحترم الاخبار اللي احنا بنقولها، ونبقى رجاله بعد ما ننزل الاخبار دي. يعني انت نزلت خبر ضد الاهلي، ونزلت خبر ضد محمد نصر، ونزلت خبر عايز تشحن جمهور المغرب ضد الاهلي، وعايز تشحن مشجعين الرجاء ضد الاهلي، وعايز الناس تستقبل بعثه الاهلي بطريقه سيئه، ومع ذلك تقول لي انا بنقل اخبار حقيقيه. منظرك عامل ازاي لما الخبر اتنفى؟ مدلس ولا مش مدلس؟ مدلس يا خلود، مدلس. مدلس وكذاب وبتاع فتن. بس يا خلود عايز اقول لك حاجه، يعني مش كل الناس زي خالد الغندور. حتى مع ان الهدف، يعني في كلام بدا يطلع عن الهدف التاني، وفي كلام بدا يطلع حوالين لقطه التسلل في الهدف التاني، بس معنى كده ان احنا بقى جمهور الاهلي خلاص، يعني الاهلي هيروح يتدبح هناك في المغرب؟ لا خلود، الموضوع مش كده. الناس في الرجاء ناس محترمه، وقالت لك هنستقبل الاهلي بطريقه محترمه زي ما استقبلونا. يعني بالصلاه على النبي يا خلود، كل الكلام اللي انت بتقوله ده انت بتخاطب جماهير شبهك، والله العظيم انت بتخاطب ناس شبهك. انت بتخاطب شويه متعصبين، بتخاطب شويه كارهين، وبتقول لي السي دي منافسه. منافسه ايه يا خلود؟ انت حتى في الدوري بتتعادل مع فاركو يا خلود. منافسه مين يا خلود؟ منافسه مين يا حبيبي؟ منافسه ايه؟ انت لو عندك دم اساسا، مرتضى منصور كان بيقول ان هو هيطردك من القناه، فما تجيش يا خلود تعيش علينا جو المصداقيه وجو الكلام الجميل ده، وفي الاخر هتعمل حرب بين جمهور الاهلي والرجاء زي ما عملتها حرب دلوقتي بين جمهور الاهلي والزمالك، وجمهور الاهلي بيشتم فيك، وجمهور الزمالك واخد عليك فكره ان انت اللي بتدافع عن نادي الزمالك وانت بتاع حقوقه، وفي الاخر تقول ان انا مش مدلس. لا خالد، انت مدلس وبتاع فتن، ومن اكتر الناس اللي بتحب ان هي تبقى ترندنج حتى لو بتهبط، وحتى لو بتنقل اخبار ملهاش اي علاقه بالحقيقه. عارف يا خلود، لو الجزائريين عرفوا حوار مهدي عبيد ده، عليا الطلاق اللي في شخوك. بس حظك يا خلود، حظك ان انت الكذب والهبد بتاعك مش واصل لحد هناك. حظك والله العظيم حظك. المهدي عبيد صرح في جريده الهداف او في قناه الهداف ان هو مالوش دعوه باي حاجه، وان راجل طلب كادرات محمد نصر ما عطاهالوش. يا ابن النصابه. وفي الاخر تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلموني. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل في اشكالك، وحسبي الله ونعم الوكيل في الاعلام المصري اللي بيفرجنا على اشكالك في قنوات تلفزيون مصري. مش مهم الفيديو ده يعجب حد، بس الواحد لازم يطلع يقول اللي في قلبه. يعني لو ما قلتش اللي في قلبك هيحصل ايه؟ مش مهم الاهلي يكسب، مش مهم الاهلي يخسر، مش مهم اطلع خسران في الرجاء، مش مهم اتغلب سكور، مش مهم اكسب الرجاء. المهم بالنسبه لي ان انا نتكلم في منافسه كره قدم تكون منافسه شريفه. اخطاء تحكيميه بتحصل في العالم كله، ممكن تكون الاخطاء التحكيميه في مباراه العوده لصالح الرجاء، ممكن الرجاء يستفاد منها. لو انت صدقت خالد غندور وقلت ان هو اعلامي مهني وبيتكلم عن الحاجات اللي هو شايفها بكل مصداقيه وكل موقف رجوليه، فانا ادعوك انك تكتب خالد غندور على المنصه هنا، وهتشوف خالد غندور قد ايه هو لا يعلم اي شيء عن المهنيه. خالد غندور يعلم حاجه واحده بس، ان هو بيكره الاهلي والاهلاويه لا اكتر ولا اقل.